السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء بسم الله الرحمن الرحيم.
ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ومن Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.